أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم سنتكلم عن مسرحية شاي بعد الظهر للكاتب المجري غابور غوركي، أو هيك شيء يعني اسمه. تقع هذه المسرحية في فصل واحد، ويوظف المؤلف فيها أسلوب مسرح العبث في الدلالة على تداخل الأزمنة، وأيضا يعبر عن بعض المضامين التي عرضها بعض كتاب مسرح العبث في مسرحياته، ومنها عدم قدرة أي إنسان على التواصل الحقيقي مع غيره وانحصاره في دائرة نفسه. ولهذا أصبحت اللغة فاقدة لقدرتها على إظهار التواصل الحقيقي بين الناس. تدور أحداث هذه المسرحية في غرفة جلوس لعائلة متوسطة، وتظهر فيها زوجة في منتصف العمر وتتحدث مع زوجها، وتطلب خلال ذلك من الطباخة أن تحضر كأس شاي لها ولزوجها، وهو شاي بعد الظهر. وخلال حديث هذه السيدة مع زوجها تتحدث عن ذكريات قديمة لها، خاصة عن أغنية كانت تدندن بها ولا تتذكر باقي نغماتها، وكذلك لا تدري متى استمعت إليها، وتحاول أن تصرف هذه الأغنية عن ذهنها ولكن لا تستطيع. وتبدو خلال حديثها منشغلة بعمل السنارة، وتتحدث عن الوشاح الذي تحيكه لزوجها هذا. أما ذلك الزوج فيكلم زوجته في هذا الموقف عن الصراعات المستمرة في عمله، وأنه لا يمكنه أن يغفل لحظة عن خصومه وإلا انتصروا عليه. وفي نهاية هذا الحديث المتوازي الذي يسير كل طرف في اتجاه مختلف، تقول السيدة لزوجها: لقد تبادلنا حديثا شيقا، وحقيقة الأمر أنه على غير ذلك تماما، فقد كان كل واحد منهما في واد بعيد عن الآخر. وحين يخرج ذلك الزوج تحزن المرأة لأنها لم تعطه الوشاح الذي أوشكت على الانتهاء منه. تدخل الطباخة على تلك السيدة بعد خروج الزوج بقليل، ومعها رداء أسود وطرحة سوداء، وتطلب من تلك السيدة أن تلبسهما لكي لا تبرد لأن زوجها قد مات. وتبدو تلك السيدة عند ذلك قد كبرت في السن 10 سنوات. تحضر الطباخة بعد ذلك لتلك السيدة شاي بعد الظهر، وتواصل السيدة شكواها من باب هذه الحجرة الذي يفتح بصعوبة، وتطلب من الطباخة كالمعتاد أن تحضر من يصلحه، وتجيبها الطباخة أنها فعلت ذلك ولكن لن يأتي أحد لإصلاحه، وسيسوء أكثر وأكثر مع مرور أحداث المسرحية. يدخل ابن هذه السيدة عليها، ويدور بينهما حوار متوازي كالحوار الذي دار بين السيدة وزوجها من قبل. يتحدث الابن عن أبحاثه العلمية المهمة وحصوله على درجة الأستاذية في الجامعة ومكانته العلمية التي تزيد. أما أمه فتتحدث طوال الوقت عن طفولته وعن تعلقها به في تلك الفترة. وفي نهاية هذا الحديث تقول هذه السيدة لابنها: لقد تناولنا حديثا شيقا، وكما نرى فهو على عكس ذلك تماما. يترك الابن أمه وتأتي الطباخة ومعها رداء أسود آخر وطرحة سوداء أخرى، تلبسهما تلك السيدة وتخبرها خلال ذلك أن ابنها قد مات. وعند ذلك تبدو قد زاد عمرها 10 سنوات أخرى، وتبدو حزينة لأنها لم تعطي ابنها وشاحا كانت تصنعه بالسنارة لكي يحميه من البرد. تحضر الطباخة لتلك السيدة شاي بعد الظهر، وتستمر في استدعاء ذكرياتها عن الماضي، وتواصل عمل السنارة الذي لم يستفد منه أحد. تنتهي المسرحية وقد تركتها الطباخة وانغلق الباب عليها ولم تعد قادرة على فتحه، ثم تقع على الأرض وتموت. هكذا رأينا أن كل شخص في هذه المسرحية يعيش مع نفسه، ويبدو بالظاهر أنه قادر على التواصل ولكنه في الحقيقة لا يستطيع. ونرى هذه السيدة تعطي المثل الأقوى للتعبير عن عزلة الإنسان في هذا العصر، فهي لا تتحرك من الحجرة التي تظهر بها من بداية المسرحية إلى نهاية المسرحية، ولا يوجد أي تفاعل حقيقي لها مع أحد، وليست قادرة إلا على استدعاء بعض الذكريات من الماضي. وفي نهاية المسرحية تتجسد وحدتها بشكل كبير، وتنغلق الحجرة عليها تماما وتموت. هذا كل شيء لهذا اليوم، نلقاكم الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.